النهارده يكون مضى 53 عام على رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، واللي شهدت جنازته أكبر جنازة في المنطقة كلها عبر تاريخ طويل. يعني الجنازة طبعا موثقة بالتصوير. عبد الناصر شخصية تتفق معها وتختلف، لكن هو رجل تمتع بكاريزما، كان لديه مشروع قومي كبير اصطدم طبعا بقوة كبيرة في العالم والمنطقة. البعض بيتحفظ على بعض القرارات اللي خدها أو السياسات، لكن هكذا هو حال الزعماء الكبار، ما بيكونش في اتفاق تام على كل خطواته، لكن هتلاقي فيه انتصارات كبرى وهزائم أيضا كبرى. نشوف هذا التقرير بمناسبة رحيل عبد الناصر في الذكرى 53، ونطلع بعده فاصل. بعد الفاصل هيشرف لي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أستاذ عبد الحميد الدمرداش. تحل اليوم الخميس الذكرى 53 لوفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحد أهم من حكم مصر في العصر الحديث وصاحب الشعبية الطاغية في مصر والعالم. ناصر ابن حي باكوس في الإسكندرية، المولود في أسرة من قرية بني مر في محافظة أسيوط في 15 من يناير من عام 1918، ليس أحد أهم زعماء مصر في تاريخها بل في تاريخ الوطن العربي. كان لجمال عبد الناصر دورا مهما في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو من عام 1949، وضم الاجتماع ضباطا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتخب في عام 1950 رئيسا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار. وحينما توسع التنظيم انتخبت قيادة للتنظيم، انتخب عبد الناصر رئيسا لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذي أصبح فيما بعد أول رئيس جمهورية في مصر بعد نجاح الثورة. وانتخب ناصر رئيسا للجمهورية في يونيو من عام 1956، حيث خاض صراعات كبرى مع القوى الاستعمارية، واتخذ قرارات الإصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس، وشارك في دعم حركات التحرر في العالم. شهدت مصر في عهده العدوان الثلاثي سنة 1956، ثم نكسة 67 وحرب الاستنزاف والتي ساهمت في إعداد الجيش المصري لنصر أكتوبر المجيد. وتوفي الرئيس عبد الناصر في مثل هذا اليوم 28 من سبتمبر من عام 1970.